حنا يوم نجلس هلنا يقولون غنم غنم على الضيف، هلنا يجلسون عند الضيف وحنا نغنم عليهم القهوة، والواحد ما يجلس كذي مسوي ريوله كذي، يقعد بالقرفص وعقفاه في يده. من قالوا عفاد الولد يقضي لابوه عفاد وشل الدله وغنم على الناس وياب الغسول. واول غير العيال مش مثل الحين، يعني الواحد تقام لوي ريوله وجالس، وطبعهم غير لانهم ويش معلمينهم هلهم، تلقى الميلس متروس وكل ياب رمسه وكل ياب سوالف، واستفادوا من هلهم ثاروا ثورتهم منها مثورت هلهم، تخالفوا يعني تورثوها من هلهم. مثل الشيخ زايد الله يرحمه مدرسة للعالم كله مش للواحد. الهين ما ولا عصرا وتراي.